في المستشفى الملكي للنساء والأطفال تجدون الرعاية الطبية المتكاملة والشاملة. نحن نتميز بتقديم الأفضل لصحتكم، ونحرص على توفير الباقات الصحية المناسبة لك ولعائلتك. يضم المستشفى الملكي للنساء والأطفال نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في طب وجراحة الأطفال، كما يضم المستشفى العديد من المراكز المتخصصة والمميزة: مركز أطفال الأنابيب والخصوبة، العناية المركزة للأطفال، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، طب العظام، الطب الباطني، الجراحة العامة وجراحة السمنة، مركز النساء والولادة، مركز الجلدية والتجميل، طب الأسنان، الطب النفسي، أمراض الحساسية والمناعة، عيادة علاج الآلام، الحمية والتغذية. كما يحرص المستشفى الملكي للنساء والأطفال على تقديم أعلى مستويات الراحة والرعاية الصحية الاستثنائية. المستشفى الملكي للنساء والأطفال، حيث تجتمع الرفاهية بالرعاية الصحية المثلى.